السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة أسرار النجوم. مكملين مع حضراتكم الأخبار المتعلقة بالفنانة شيرين عبد الوهاب وجوزها الفنان حسام حبيب. فبعد ظهور شيرين في ملهى ليلي في بيروت وهي بترقص بطريقة هستيرية لدرجة أن البعض قال أنها سكرانة، انتشر فيديو جديد لشيرين وحسام حبيب كان جنبها، وكان حسام بيشرب خمرة وشيرين كان في إيديها سجارة. وبعد انتشار الفيديو ده انتشر خبر تاني بيقول ان حصلت خناقه كبيره جدا بين شيرين وحسام حبيب. هنعرف ايه تفاصيل الخناقه دي ورد حسام حبيب على خبر خناقته مع زوجته شيرين عبد الوهاب وضربه ليها بالقلم. بس قبل اي حاجه من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجي لك لحد عندك. وما تنساش تقول لي رايك في موضوع الفيديو في الكومنتات. اتصدر اسم الفنانه شيرين عبد الوهاب الترند في جوجل وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين اللي فاتوا. فبعد ظهورها في ملهى ليلي في لبنان مع جوزها حسام حبيب وبنتها هنا ورقصها بطريقه مثيره جدا وبشكل هستيري قدام كل الناس اللي كانوا موجودين في المكان، انتشر فيديو تاني لشيرين مع جوزها حسام حبيب. والمره دي ظهرت شيرين في الفيديو والسيجاره في ايديها. والحقيقه الفيديو ده وفيديو رقصها بشكل هستيري عرضوها لكميه كبيره من الانتقاد والرفض من الجمهور، لدرجه ان البعض قال انه اتصدم في شيرين من تصرفاتها الغريبه، في حين ان البعض الاخر شايف ان دي حياتها الخاصه وهي حره فيها ومش من حق اي حد انه يتدخل فيها او ينتقدها. وبعد انتشار فيديو شيرين وهي بتدخن انتشر خبر تاني بيقول ان امبارح بعد ما شيرين وحسام حبيب قضوا سهره لطيفه في النايت كلاب بتاع الفندق المقيمين فيه في بيروت، خرجوا منه وحصلت خناقه كبيره بينهم في اللوبي بتاع الفندق وحصل بينهم اشتباك بالايدي وان حسام حبيب ضرب شيرين بالقلم. ده الكلام اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات اللي فاتت واكدوا موقع العاصمه. واتقال كمان ان الخناقه دي اتطورت لدرجه ان الامن اتدخل بينهم عشان يفض الاشتباك اللي بينهم. وبعد انتشار الخبر ده خرج الفنان حسام حبيب ورد على الخبر ده وعلى خناقته مع زوجته الفنانه شيرين عبد الوهاب، وقال حسام حبيب ان الخبر ده مش حقيقي وان علاقته بشيرين كويسه جدا ومفيش بينهم اي خناقات ولا اي خلافات. وطلب حسام حبيب من الجمهور انهم ما يصدقوش الصحافه الصفراء اللي بتنشر اخبار كذبه مش حقيقيه عنه وعن شيرين، وان هو وشيرين بيحضروا اعمال فنيه جديده هتجمعهم ببعض وهتنزل قريب جدا. وقال كمان كلام فيما معناه موتوا بغيظكم، احنا مش مهتمين باي كلام يتقال عننا. وطبعا زي ما احنا عارفين ان دايما حسام حبيب بيطلع ينفي اي خبر واي كلام يتقال عنه وعن شيرين، وممكن بعد كده يطلع في الاخر ان الكلام ده حقيقي وحصل فعلا. على كل حال وبعد انتشار خبر خناقه شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ورد حسام حبيب على الخبر ده، نشر الفنان فضل شاكر فيديو جمعه بالفنانه شيرين عبد الوهاب وجوزها حسام حبيب اثناء احتفالهم بعيد ميلاد فضل شاكر. وظهرت شيرين في الفيديو كانت مبسوطه قوي وبتغني وبترقص مع حسام حبيب، وكانها يعني بترد على خبر خناقتها مع حسام حبيب وبتنفي كل الاخبار دي وبتاكد ان علاقتها بحسام حبيب كويسه جدا وان مفيش اي مشاكل بينهم ولا اي خلافات. وفي نهايه الفيديو كلنا بنتمنى كل الخير للفنانه شيرين عبد الوهاب وبنتمنى انها تكون سعيده دايما. وانا بشكركم جدا لانكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقتي، على وعد بلقاء جديد. ولحد هنا يكون الفيديو خلص، لكن لسه اسرارنا ما خلصتش. استنونا فيديوهات جديده واسرار جديده على قناتكم اسرار النجوم.